يقولون عن العريس، لكن هذا من حيث اللغة العربية خطأ، وهذا من أسماء الذي يشترك فيه الجنسان، فنقول عن العريس عروس، وعن المرأة أيضا عروس، هذا جنس مشترك. فهذا العروس أي العريس هذا سمعتم آنفا أنه قبل ما ينبلش مع زوجته وهو في أشد شوق إليها، شو بده يساوي؟ بده يصلي ركعتين معها، فهل يؤمر أن يصلي ركعتين افتتاح الشركة هذه اللي قلناها آنفا؟ هذا كيف يجوز له أن يتأخر عن جماعة المسلمين؟ لذلك نحن نذكر والذكرى تنفع المسلمين. هناك حديث، كان الرسول عليه السلام في سفر، فلما رجع من سفره جاء جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، العروس موجود ولا راح؟ بدي يسمع الكلمة يعني. فجاء كلمة العريس والعروس. اللهم جلد الشيطان وجلد الشيطان ما ربحتنا. عم نحكي نعم، في اللغة العربية ما في فرق بين المرأة والرجل، فكلاهما عروس، لكن اللغة العامية الذكر بيقولوا عنه عريس والأنثى بيقولوا عنه إيه؟ عروس. لا، فكلاهما عروس، لكن يفرق بسياق الكلام، هو اللي بيدل أن المقصود بالعروس هو الذكر، وتارة المقصود بالعروس هو الأنثى. فهذا موجود في اللغة العربية كثيرا. الشاهد، نرجع لحديث جابر، ما تنشغل عنا أبو رايد، حديث جابر لما رجع الرسول عليه السلام من غزوة له وقارب المدينة، جاء جابر يستأذنه بأن يتقدمه، يتقدم الرسول المدينة، سأله عن السبب، قال له أنا يعني حديث عهد بالزواج، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال حديث عهد بالزواج، قال له أبكرا أم ثيب؟ تزوجت بكرا أم ثيب؟ قال ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال يا رسول الله. قال يا رسول الله إن أبي مات. شوف العقل، شوف العقل متغلب على الشهوة. قال يا رسول الله إن أبي مات وترك لي 9 من البنات أخوات، فما أحببت أن أضم إليهن زوجة مثلهن، يعني بكر، وإنما تزوجت ثيبا لتكون على خدمتهن. فقال له عليه السلام، وهنا الشاهد من الموضوع ومعنى جديد أوحاه إلي سؤاله، فقال له عليه السلام، فإذا دخلت المدينة فعليك الكيس الكيس، عليك الكيس الكيس، يعني إذا أتيت زوجتك هو متشوق إلى لقاء زوجته، لأنه حديث عهد بالعرس، ولولا أنه كان من الواجب عليه أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج، لأنه حديث عهد بالعرس. فقال له إذا دخلت فعليك الكيس الكيس. العلماء الشراح للحديث شو بيفسروا الكيس الكيس؟ يعني قوم بواجبك تجاه زوجتك في أول ليلة. عجبتني اللفظ اللي رجعت لي هيك، لو عشان أقولها. إي نعم. لكن اسمعك ما لي بقى. عمي عريس عروس. معروس ما شاء الله. جديد ما شاء الله. جديد. ما شاء الله. وبعدين بكر. وليس زي كمان.
هاي بقى إذا كانت كذلك بتكون من خوارق العادات. يعني شايفة بشاي مثل حكايتي أو أكثر مني شوية. هذا الشيخ وين الشيخ؟ مصحى يتحيط على وزني. أنا ماني شايف شيء. لا تحيط هذا. هذا هو. أستاذي هذا أبو عبد الله بكريم. الرسول قال له عليك الكيس الكيس. فسروه بما سمعتم، لكن أنا الآن يبدو لي معنى إضافي على ذلك. يعني الكيس هو العقل، كما جاء في حديث، لكن هذا الحديث نحن نذكره لنرمي به عصفورين بحجر واحد. لنرمي به عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول هو لفظة الكيس. الكيس من عمل لما بعد الموت، والعاجز من أدفع نفسه هواها. كلام جميل جدا. الكيس أي العاقل من عمل لما بعد الموت، والعاجز ضد الكيس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. مثل أكثر المسلمين اليوم ما تصلي الله غفور رحيم، الله كذا، طيب الله غفور رحيم والله شديد العقاب، إجاك ضمان أنت من رب العالمين أنه خلاص ترانزيت الجنة، لا يوجد شيء من ذلك. الشاهد العصفور الثاني هو أن هذا الحديث مع شهرته إسناده ضعيف، فلا يجوز روايته ونسبته إلى الرسول عليه السلام، ولو كان معناه جميلا، لأنه ليس كل معنى جميل ضروري أن يكون الرسول تكلم به، وهناك حكم وهناك أمثال تكلم بها كثير من الرجال، فلا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام إلا ما صح سنده وإلا ما استقام متنه. فالكيس ليس المقصود به هذا المعنى الأول. معنى ثاني أنه لا تضيع طريقك في سبيل شهوتك. فمن الكيس أن يعطي زوجته ليلة البناء وليلة لحن حقها، لكن ما ينسى حق ربه لأنه يصلي الصبح في المسجد مع جماعة المسلمين. هكذا يجب على كل مسلم أن يفعل. وأنا أذكر لكم بهذه المناسبة وأرى أن الجلسة طالت وبدنا نصلي الشامعين، أذكر قصة فيها عبرة كيف كانوا يصبرون وكيف كانوا لا يخضعون للمصائب ولا للشهوات. رجل من أصحاب الرسول عليه السلام اسمه أبو طلحة الأنصاري، كان رزق ولدا، واقتضى له أن يخرج مخرجا، وترك وليده مريضا في غيبته عن بيته. كان الولد قضى حياته، فلما رجع بلا شك الأب أول ما بيهتم السؤال عن وليده المريض اللي تركه مريضا، فسأل زوجته أم سليم رضي الله عنها كيف ابني؟ قالت، شوفوا النساء العاقلات، قالت هو أهدأ مما كان، ما تكذب لكن تكني، كناية ناعمة لطيفة جدا. أهدأ مما كان يعني ما عاد له حركة، يعني ما هو شو بهم، يعني أصح مما كان، مؤلف نفسه، وباعتباره كان مسافرا وأمر طبيعي ولا حياة في الدين، يرجع الرجل من سفره يتوق إلى إيش؟ إلى زوجته. فأتاها واغتسل ونام. عند الصباح
يكرم المرء أو يهان. قالت له أمام العقل الراجح وامرأة ليس في الرجال اليوم مثل هذه المرأة، قالت يا أبا طلحة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أبا طلحة لو أن جارا لنا أخذنا منه أمانة ثم استردها ماذا تقول؟ قال أخذ أمانته. قالت سأحتسب ابنك عند الله. فغضب منها، قال ابني ميت وتتغدري وكذا لحتى تخليني يعني اقضي شهوتي. وانطلق الى الرسول صلاة الفجر وانا شاهد. فقص عليه القصة فقال عليه السلام لقد عجب الله من ليلتكما، عجب الله بسبب رجوعه من سفره، لقد عجب الله من ليلتكما. يقول الحديث رزقهم الله ولدا ذكرا، فلما بلغ مبلغ الرجال كان من أعلم العلماء وأصلح الناس. ثم هذا الولد لما تزوج رزق 7 أولاد ذكور كل من الأولياء والصالحين، والحمد لله رب العالمين.